طبعا تحتل الجماعات الترابية مكانة هامة في محور التنمية الترابية المستدامة، الذي حرص جلالة الملك على تصدير فلسفته والتتبع الدقيق لتنزيله على أرض الواقع من طرف مختلف مصالح الدولة والمؤسسات المنتخبة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومما لا شك فيه أن ساكنة هذه المنطقة العزيزة تتطلع إلى الإسهام بشكل حاسم في النهوض بمستلزمات أعباء التنمية هذه، عبر مختلف المشاريع التي انخرطت فيها الجماعات الترابية ومصالح الدولة في إطار من الشراكة البناءة. ولا يخفى على المتتبع درجة الوعي التي يتقاسمه جميع الفاعلين هنا بأهمية العامل الثقافي في تعزيز فرص نجاح مختلف السياسات المصدرة. نلمس ذلك من خلال المشاريع البنية التحتية الثقافية التي تظهر جميع الجماعات والسلطات المحلية على إنجازها في كل منطقة من هذه العمارة وفي منطقة هذه الكبيرة، منها ما اكتمل ودخل حيز العمل ومنها ما هو في طور الإنجاز، وذلك بروح تشاركية دينامية قل نظيرها في مناطق أخرى. هناك خزانات عمومية متعددة الوظائف ومراكز ثقافية متكاملة تشمل فضاءات للعروض وأروقة فنية وفضاءات للعمل الثقافي، كما أن المجتمع المدني المحلي يتسم بحيوية ووعي قوي وانخراط كبير في مجال العمل الثقافي عبر مشاريع يحملونها وينجزونها في مجالات حماية التراث اللامادي والحفاظ عليه والنشيد الثقافي والإبداع الفني وغيرها. كل ذلك يضع على عاتقنا ضرورة أن نبذل المزيد من الجهد من أجل دعم هذه الحركية وضمان شروط نجاحها وتنظيم هذا المهرجان يدخل ضمن هذه الفلسفة العامة. أيها الحضور الكريم، ها نحن نفتتح اليوم المهرجان الذي نطمح إلى أن يكتسي حلة جديدة في كل دورة، نجعل منه واسطة عقد سلسلة من المهرجانات الوطنية التي دأبت وزارة الثقافة منذ 13 عاما على تنظيمها في مختلف مناطق المغرب والتي تهم ألوانا مختلفة من التراث الشعبي الحي. وتجد هذه الخطوة مبررها في رغبة الوزارة وشركائها المحليين في الحفاظ على أصالة هذا الفن والحد من العوامل التي أصبحت تهدد وجوده بفعل التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها مجتمعنا. كما ينتظر أن يتم اتخاذ مبادرات ابتداء من الدورة القادمة لتحصيل 100 سنة لكبار 100 سنة أبدا تقل ما نقول الديني ما نقول مهرجان ما نقول تنين مهرجانات نرويس هم سنت مزيرة نرويس لقبلة نرويس دو قرور نرويس أتقال دي مساء الشيء هم كانت زرحة دينيها ما يدي قد تكريم مندوبية ثقافة بالدرجة الأولى ولا الوزارة ولا الزغدر البلدية شاري قد تكريم يكون ما دي قال نظر يكون ما دي قال فنان أشكون الرويس في الحقيقة الزرخة دينيها احتجان بزاف الزنغ ولا تشيرات احتجان
ولا انت كمدينة مدى ستات الشلحة مسؤول من إذا أشكون أردان نختل لك للمدينة المغرب اللي قال عاصمة الفن نظرا اللي قال حي محمد حضار البيضاء هي الجزء حمس يتقبل الدات هي وانا والفن ولكن تشير وحدة تحت المغرب اي صدرنا اي سمون يعني بارك الله توك تاع الفنانين دي غدنا الفنانين نتاع الرويصة الفنانين بصفة عامة تحت الجيرة هادو اللي قال حالي اي الرباب نغدي كوطار وحدات هادي اللي نغيد جميع الفنانين اللي نغيد بما في ذلك انا نغيد حتى الكتاب اللي نغيد الشعراء إلين غيدي مديز يعني أيوز سيكليتي أظن ولا دي ناخد شيرة ولكن أيوز ما يسين سعر فمسا المدينة ما يسين سعر فمسا نرويسا هو ده دري حتى نحو زوارو وكان رمك لسنا الأستاذ خلاصة الكتابة ده أنت الرويسة ما خلال نخسك في الكتابة أنت الرويسة إلا قيت السعر ربما تسن لكني لقى تروي مسكين نغتر تروي وقسين هذا قيت نحيت للسعر أنت الرويسة إذن الكتاب نتاع الرويصة يقايل المجهود الزرحة دي نحيقة مجهود جبار يقايل يعني الربح الثقافة نومارك بصفة عامة سواء تكون الأمارك أنت ما زرته يعني اجتهد حماس مديقا نخي عليه كله يسمون الزرغ بارك الله باش المعاونة نية العدد يتمد غيضنينا باش تصفح الكتابات الوجود ورزالي ما قستيني ربما مدنا دريحة تصنح مراك قسنين مراك لسائنين دغوا ديك الجزء الاول ان شاء الله حماس رمضان جوش كان رايلي الجزء الثاني يعني الترويصه رقم جوج ارتخلخ سهنا دوا في الكاس النهار انا زرتي رويصه يطو حكا لا دار خيط بين عسوال انت مزيخ حقر الروايس ما يدف وسيع دكيت عمد حفوية بيضنين للمساعدة الوية بيضنين إلي خلت سكرخ الكتابات السيسيني عش ركا ويدور حميل من الترويصة ويدور تنين من الترويصة فعلا نحكي تغريت إلا قس الحمد لله عليك وندال إلا قس الأغلاط ولكن الأغلاط أنا تقس اختي اللي متعمدة نعم متنت باش أدني في السلغي سلان متن اللي يتبع عند ماس الترويصة نقدر في السلانة أشكون الأخيرة إيش قشوية إيش قمر ذاك في الصور إيش قمر ذاك في التاريخ إيش قمر ذاك في الجمعة ولكن الحمد لله الغلاء نوفا يرقزل زنديت مدند الثقافة البلدية قدي الميديا تدراري مدن الصحافة يعني كل المنطقة عاون دينا بهرة بهرة أو انتو الرويسة ولا الاثنين وكان الكتابة غير اللي خدتيني في الناس رتيني حماس الجزء الثاني ان شاء الله اشكو واحد حاجة ينو حماس يعطينا سيدة ربي والسد زواري الغرضان اللي دي كان قدامي حصول مسؤول أسكح توقيع الكتاب ويسين وكان غني رد فلاس نحو رد لي حماس الكتاب ويسين اختي نصي ضربي اللي حيدا إلا قسم يتون البهرة إلا قسم آيات الشكر إلا قسم تقدير يقولي تقداني الفن ده مساء الفنانين عنش كده دريخ أنت إخا هدي بالخلاصة وكان أتمنى خا أكدي السوسم ميات غمك لي أخي السوسم المهرجان يستسمع خا مدند اللي سوى في المهرجان يستسمع خا اللي خدير بي دلت منا الضرب ربي تبارك وتعالى حمس لكم أنك السيد المدير الثقافة ولا السيد الرئيس لقطة حسن قصة إن شاء الله أدح غير من أقار وشكرا تكفر عرب تكفر نشكر المهرجان الكلين أنه قد يدي يسقوس اللي حتى سقوس يضي على ربي حتى هنا أنساه ما أنساه مسمى سلم الإسلام أدور نفل بشيرة بلا المهرجان الرئيس والسلام عليكم